Reverse. من دبل شعبي. اول شيء نشكر رعاة البنت بول وهاتف 2000 وشركة وطنية اتصالات وايزي لايف وزين الاتصالات منتديات كل كويتي الخطوط الجوية الكويتية عطورات طرفة شركة وطنية بترول كي ام بي سي صالون فايف ستونز دبل بلوشي شركة الدار الكويتية. طبعا نرحب بربعنا فرقة مونتانا لاتيني هني بالبحرين، الف تحية لكم نورينا ربع ستايلس. وطبعا ننوه الحين ولا اخر حلقة؟ الحين قول ريفيرس. انا استاذن من ريفيرس اول شيء. يا جماعه احنا ما عندنا مسرحيه بالعيد. اللي قاعد يحجز شيء عشاننا احنا، ترى احنا ما عندنا مسرحيه بالعيد واحنا انسحبنا لظروف يعني ارغبتنا ان احنا ننسحب. انزين مو من كيفنا يعني انحدينا يا يعني نختار البرنامج يا بروفات مسرحيه. وطبعا اخترنا البرنامج لان ما نقدر على فرقاكم وما نقدر على فرقاكم. وان شاء الله بنستانس في العيد، احنا بنروح نشوف مسرحيات نغير جو ونروح فاصل ونرد واير مع دانش عيبي ويوم ما يعطيك الف عافيه وما يهزك اتصال شعلان. شعلان الو شلونك شعلان؟ هلا والله بالتسوم حبيبي، شخبارك شلونك؟ والله الحمد لله تمام يا شعلان. خلينا نسمع الرجال خلاص تبي خلاص يلا. لا 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 يا شعلان يا شعلان زين قاعد نحك منو؟ اوكي شعلان بالتسوم حبيبي ضبط لك كاش. شنو؟ ضبطنا الكاش ان شاء الله. ضبط الكاش ليش لا؟ هديه حق العيد ان شاء الله ليش لا؟ يلا حبيبي نعطيك خمسة اسئله تعطينا خمسة اجوبه. اوكي اوكي. شنو اكبر قاره مساحه؟ كم عدد فقرات العمود الفقري؟ والله كلها قاعد تعذبني. شنو هو المصدر الرئيسي للملح؟ من المناطق الزراعيه بالكويت العبدلي و شنو وحده قياس السياره؟ قصر على التلفزيون. لازم قفشه عسل عشان شلونكم شباب؟ قصر على التلفزيون او الوفره اول شيء. اكبر قاره مساحه؟ اسيا. اسيا قصر على التلفزيون. قصر على التلفزيون لانه راح نطول ما راح تجاوب بسرعه ويروح عليك الكاش وكيفك عاد. يلا وياك كمل. شنو اكبر غاره مساحه؟ شنو؟ ساعدني بالسوق. قول آسيا. اسيا اسيا اسيا. كم عدد فقرات العمود ما اقدر اقول فقري. 33. حلو. شنو هو المصدر الرئيسي للملح؟ البحر. حلو. البحر قال. بحر صح. من المناطق الزراعيه بالكويت العبدلي وشنو؟ وفرة. حلو. شنو وحدة قياس السيارة؟ كيلو. كيلو متر. هلا أبا هلا قلت بكاش وفزت معنا 50 دينار كويتي كاش.
وكوبون صالون بقيمة 30 دينار من 5 ستونز وبنت بول 3 أشهر ومبروك. أيوة. احمد هلا، شلونك احمد؟ الله يسلمك، شو اخبارك؟ والله تمام، شلونكم انتم؟ تمام الحمد لله. شو انت بتلعب؟ والله على راحتك بدر، ليش ما اشوفكم بالعيد احنا ان شاء الله؟ هلا؟ ليش ما اشوفكم بالعيد؟ والله احنا تمنينا نشوفكم بالعيد بس غصبا علينا والله، يعني تخيرنا بين يا مسرحية يا البرنامج، يعني ما يبون ينسون لنا، فشو نسوي؟ الله يوفق الجميع. نورين الشاشة. آمين يا رب. آمين. وخيرة خيرة من رب العالمين. الحمد لله. يلا شو تبي تلعب؟ بدر أبي تكون جعشت بدي. أبي هيديت منك. عيل. أبي بلعب وياك قصة. أوكي. أوكي يلا. مرة كنت قاعد بالياخور كان أستوعب إنه ما عندنا دياي مع إن عندنا غنم وبط وحمام. كان أقول بروح أشتري الحين. ولا اقول لي حمد صاحبي انطر لي يوم الجمعة عشان تروح سوق الحمام يكون السوق متروس. رحنا يوم الجمعة قعدنا نسال عن انواع الدياي والدياكه واسعارهم. عاد سالت واحد بكم الدياي؟ قال لي الدياي العربيه بدينارين ونص، دينارين ونص، والهنديه بدينارين. قلت له زين، والدياي والدياكه بكم؟ قال لي الديك العربي، الديك العربي بست دنانير والهندي بخمسه، فخذيت اللي ابيه ومشينا. المهم ذكرني الديك الهندي بكم؟ الديك الهندي بخمسه. خمسة ومبروك. شنو فاز عطى؟ أبي أروح أدق. لا ماكو، توه مصلحينه معدلينه. جاهزك. جاهز بلاك بيرو كابون عطلات من طرفه وبتبوس 6 أشهر مبروك. ما في نو، ما في. أحمد. هلو. شلونك أحمد؟ هلا والله فيك. شو اخبارك؟ ان شاء الله مستانس. الله يسلمك، شلونكم؟ والله الحمد لله تمام. شخبارك؟ احمد. هلا. نعطيك فوكس. خمس اسئله تعطي خمس اجوبه، ها؟ وحده بوحده معكم. شنو؟ وحده بوحده. ما اسمع. العب وحده بوحده. تبي وحده بوحده. اوكي وحده بوحده. وحده بوحده. يلا قول لي. يلا. ثلاجه. براد. خلاص ها؟ خلاص. فريزر. فريزر بلاك. شنو؟ شنو؟ الو شنو قال؟ بلاك بلاك جلاس. مطارة. ماي. شنو؟ ماي ماي ماي. عصير. بيبسي. عصير طويل. ها؟ مكسارة. عصير طويل. ما اسمع. مكسارة. ها شو مكسارة؟ مفتشاتشة. مكسارة ايام اول يقولون مكسارة، الحين يقولون مفتشاتشة. تفتح البيبسي. الو جبشة. جبشة. سكينة. صحن. هلا هلا أبا مبروك. فضي من الوطنية، اتصالات وعشرين تعبئة وكوبون صالون بقيمة 30 دينار من 5 ستونز وبنت بول 3 أشهر وحرمي ويلا. اطبل 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 ولا ما اطبل؟ يلا خلاص اطبل على خاطري. يلا يلا. لا لا شيء. فارس ما عليك.